ضيوف جلستنا الحوارية الثانية، نبدأ الآن معكم الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان تحديات تعليم وتعلم العربية في الميدان، تجارب وآفاق، وندعو الكرام من الأفاضل من ضيوف الجلسة أن يتفضلوا معنا إلى المنصة، كل من الدكتور أحمد مشاعل مدير ضمان الجودة للمواد الوزارية مؤسسة بخاطر، الدكتور رائد عبد الله مدير مدرسة تريم الأمريكية، الأستاذة أسيمة القداد رئيس قسم اللغة العربية مدرسة النور الدولية، الطالب عبد الرحمن توفيق طالب في مدرسة الإبداع العلمي، ويدير الجلسة الأستاذة مجد حسين رئيس مجلس مديري المدارس مدير المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي، فليتفضلوا مشكورين. نحن بانتظار الأستاذة أسيمة. هي عند البوابة هناك. نبدأ؟ نبدأ يا؟ سلام. السلام عليكم. أنا مستسلم. أي بسم الله الرحمن الرحيم. نمشي وراء النظام. أيوة لازم تبدلوا حسب صور. لو إنه واضح. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله اجتماعكم في هذا الملتقى النافع. الزملاء الكرام يسعدنا التواجد معكم اليوم في هذا الملتقى الرائد في مجال التعليم، والذي يهدف إلى تأكيد مكانة اللغة العربية، كما يسعى إلى تزويد القائمين عليها بكل ما هو جديد ونافع من خلال تبادل الخبرات والآراء ونشر الممارسات التعليمية المتميزة في المجال التربوي، موظفاً التقنية والذكاء الاصطناعي. السادة الحضور، سأطلب من الإخوة والأخوات معي أن يقمن بالتعريف عن أنفسهن، فتفضل عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الرحمن توفيق عياد، طالب في المرحلة الثانوية في مدرسة الإبداع العلمي الدولية مويلح. أتشرف بوجودي هنا في هذا المحفل العظيم وهذا الملتقى العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. ضيوفنا الأكارم، معكم أسيمة القداد رئيس قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، مشرف أكاديمي من مدرسة النور الدولية. على عجالة أكتب بفن المقامات الأدبية، كاتبة بفن المقامات الأدبية والمسرح، مدربة للطلاب والمعلمين، أعمل في التنمية البشرية في التدريب بجامعة عجمان وهيئة الشارقة وهيئة المعرفة بدبي. شكرا. أهلا وسهلا أستاذ أسيمة. معكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور رائد صبحي عبد الله مدير مدرسة تريم الأمريكية الخاصة، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس مدير المدارس الخاصة في إمارة الشارقة. أهلاً دكتور. أهلاً وسهلاً بكم. الأستاذ أحمد علي مشاعل، محاضر في اللغة العربية، شغوف بها شعراً ونثراً، مدير ضمان الجودة للمواد الوزارية الناطقة باللغة العربية في مؤسسة بيم مجموعة بخاطر لمدارس الإبداع العلمي في دبي والشارقة والبحرين. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم جميعا. الموضوع الذي سنتحدث به يقوم حول تحديات لتعلم وتعليم اللغة العربية. سنبدأ مع الدكتور أحمد. دكتور أحمد، من خلال خبرتك وعملك الميداني كمسؤول مراقب عن مؤسسات لضمان الجودة ومدارس المواد
الوزارية في إمارتي دبي والشارقة. ما هي التحديات برأيكم التي تواجه تعلم اللغة العربية والتي تحول دون تحقيق أعلى مستويات الجودة؟ سمعنا بالجلسة الحوارية السابقة عدة تحديات، هل من الممكن أن نتطرق إلى تحديات مختلفة تختلف عما تطرقوا إليها؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعاً الحديث عن اللغة العربية حديث ذو شجون، حديث فيه من الفخر والاعتزاز وفيه من الأسى والحزن الشيء الكثير، لكن بما أن الجلسة هنا تتحدث عن اللغة العربية وكيفية الارتقاء بها في مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية، فإنني أجد الحديث منقسماً إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تحديات في تعليم اللغة العربية وإيصالها للطلاب، والقسم الثاني تحديات من وجهة نظر الطلاب في تعلم اللغة العربية وأسباب هذه التحديات، والقسم الثالث هو الطموحات والآفاق المستقبلية والحلول لهذه المشكلات إن صح التعبير. لعلي أبدأ بالتحديات في تعليم اللغة العربية، وسأبدأ بقلة التحفيز. نعم، ذكر كثير من المشاركين ومن الإخوة الحضور عن قلة التحفيز عند معلمي اللغة العربية، قلة تحفيز الطلاب على تعلم اللغة، وهذا موجود وكثير ومشاهد في زياراتنا الصفية وفي تفتيشاتنا لهذه المدارس على مستوى الطفل في المنزل. وأنت كأب لو قدمت العسل، ولا شيء أحلى من العسل، لو قدمته على أنه ملعقة يومية وفرض واجب للعلاج وللوقاية من الأمراض، فإن الطفل في اليوم الثالث أو الرابع سيلفظ هذا العسل وسيأنف منه وسيكرهه. لكن إن جئته بأسلوب محبب قريب من القلب، شجعته، حسنت هذه الملعقة في عينه، وجئت بأدلة عليها من القرآن ومن كلام العربي ومن كلام الأطباء والعلماء والمشاهير، لوجدت الطفل يطلبها منك ويسألك عنها كل يوم. وكذلك اللغة، وكذلك كل أمر تريد أن تعطيه للطفل يجب أن تقدمه بأسلوب لطيف محبب بعيد عن الجفاف وبعيد عن الشدة. نعم، اللغة العربية لغة قوية ولغة عميقة ولغة صعبة، لا ننكر ذلك، وهي بالنسبة للغات الأخرى لغة عظيمة فخمة، لا يستطيع أن ينطق بها وأن يمتلك زمامها إلا من أوتي عقلاً واعياً وذهناً متقداً ورغبة وشغفاً بهذه اللغة. فعلى مستوى التحفيز نحتاج إلى أن نحفز طلابنا بأساليب ووسائل، على المدارس أن تكون كريمة في تحفيز الطلاب على تعلم اللغة العربية، الجوائز والمسابقات والمحفزات الحسية والمعنوية. ما أجمل أن يأتي الطالب في يوم من الأيام بشهادة تقدير أنت الطالب الأمثل في التحدث باللغة العربية. لا تكلف المدرسة إلا ورقة واحدة، لكنها تفعل في الطالب الشيء الكثير. المناهج التقليدية، وكلنا يتحدث عن المناهج التقليدية في تعليم اللغة العربية، المناهج التفاعلية، نجد مناهج مختلفة متنوعة في اللغة العربية ويقابلها المناهج في اللغات الأخرى. ذكرت الأستاذة شعاع قبل قليل التحدث أو ذكرت الحديث عن المناهج العربية وقلة جودة المناهج في اللغة العربية. لم نعد نرى فعلاً المناهج العميقة القوية
لم نعد نسمع تلك القصائد الفخمة التي تملأ صدى المنزل حينما يأتي الطفل من المدرسة. لم نعد نسمع قصائد من الشعر الجاهلي والإسلامي للفرزدق في وصف الذئب وأطلس عسال. ما زال هنا القليل منها، لكن وأطلس عسال وما كان صاحبا دعوت بناري موهنا فأتاني فلما دنا قلت ندونك إنني وإياك في زادي لمشتركاني فبت أقد الزاد بيني وبينه على ضوء نار مرة ودخاني. انظر إلى هذه اللغة القوية المهيبة، حينما لا تسمع شعر ابن خفاجة حين يصف الجبل، ولن تعرف ما الذي يصفه ابن خفاجة إلا إذا سمعت عنوان القصيدة: وأرعن طماح الذؤابة باذخ يطاول أعنان السماء بغارب يسد مهب الريح من كل وجهة ويزحم ليلا شهبه بالمناكب وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مطرق في العواقب. وهكذا تمضي اللغة بقوتها وعظمتها إذا أوصلها المعلم بهذا المستوى من الإبداع ومن الإتقان، فإن الطالب سيعشقها وسيكون شغوفا بها. قلة الموارد التفاعلية ذكرناها، التفاوت في مستوى الطلاب، وهي أيضا من التحديات التي تواجه المعلم في الصف. مستوى الطالب في الصف الواحد يتفاوت ما بين متقن وما بين ضعيف وما بين متوسط بين البينين، ولكن على المعلم أن يكون قادراً على إعطاء كل مجموعة حقها من التعلم ومن العربية. فتحد كبير في الصف يلاحظه أو يعيشه المعلم. الاندماج الثقافي والعولمة أيضاً، العالم كله حولك ينطق بلغات غير العربية، وأنت أيها المعلم العربي عليك أن تقنع الطالب بأن اللغة العربية لغة مهمة وتستحق منا أن نتعلمها. لكن لماذا نتعلم اللغة أيها الأستاذ ونحن لن نستخدمها في مستقبل الأيام إلا إذا أصبحنا معلمين للغة العربية؟ ولن نكون، هكذا يقولها لك صراحة. إذن لماذا نتعلم؟ كما قلت في لقاءات سابقة، مسؤولية ومهمة المدرسة للطلاب قبل مرحلة التخرج أن نعطي للطالب فرصة لإدراك أهمية اللغة في حياته المستقبلية. ساعات التدريب السنوي المخصصة للطلاب المرحلة الثانوية هي بصراحة مفيدة جدا، ولكنها في الوقت الضائع كما يقولون، فالطالب بعدها يحس أنني أنا الآن في سوق العمل وأنا فعلا أحتاج إلى اللغة العربية. لماذا لم تنبهني أيها نبهتك كثيرا ولكنك لم تلقي لها بالا لهذه التنبيهات وهذه النصائح. حبذا لو كانت مثل هذه التدريبات في المرحلة المتوسطة الإعدادية، ثم بداية المرحلة الثانوية، ثم مرحلة الجامعة أيضا. قلة المتخصصات باللغة العربية. نحن نوظف المعلمات لمرحلة رياض الأطفال معلمات حزنة أو حصلنا على شهادة بكالوريوس في التربية، والتربية لا تعطي المعلمة لغة عربية صحيحة فصيحة. أهم مرحلة في تأسيس لغة الطفل كما ذكر الدكتور سليمان والدكاترة والمحاضرين في المرحلة السنوات السبع الأولى الست الأولى من عمر الطفل، وهي مرحلة تأسيس وتكوين اللغة الأم لدى الطفل. بعدها الطفل يفكر بلغته الأم وما يترجم إلى اللغة الأخرى. أما إذا لم تعلمه اللغة العربية فهو سيفكر باللغة الإنجليزية، ثم يحول هذا التفكير وهذه المعلومة إلى اللغة العربية ويعبر عنها بطريقة القياس، وبذلك تأتي جمل أولادنا في اللغة العربية مكسرة مهترئة متهلهلة ليست على قواعد اللغة العربية وطريقة تركيبها. فلذلك
نحن ملزمون، نحن نحتاج، يجب علينا كمدارس أن نعين المتخصصات في اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال أيضاً، لأنها كما نلاحظ في فنلندا وفي غيرها من الدول المتقدمة في مجال التعليم تركز على أن يكون معلم رياض الأطفال متخصصاً في اللغة بل وعلى مستوى عال من التعليم وحاصل على شهادات عليا فيه. لماذا؟ لأن اللغة أول ما يكتسبها الطفل من المعلمة ويتلقاها سماعاً، ولغتنا العربية لغة سماعية ليست لغة مدروسة، لغة تقوم على الفطرة وعلى الإلقاء والسماع. فلذلك يجب أن نهتم بهذه المرحلة أشد ما يكون الاهتمام بالتركيز على المعلمات القادرات على النطق باللغة العربية الفصيحة دون لحن. ونحن في مؤسسة التعليم كما تعرف الأستاذة مجد لدينا دورة في التحدث باللغة العربية الفصحى لمعلمات رياض الأطفال منذ سنوات، نحرص على أن تلتزم المعلمة بهذه الدورة وأن تتحدث باللغة العربية الفصحى في الغرف الصفية ولا شيء غير الفصحى في حصة اللغة العربية أو في الجزء المخصص للغة العربية من اليوم الدراسي للطفل. أكتفي بهذا القدر وأترك المجال للآخرين. جزاك الله خيراً، تطرقت إلى مواضيع جداً حساسة في بالنسبة للغة العربية، ومنها الشغف المعلم والفصحى والتأكيد على اللغة الفصحى الصحيحة للمدرس في رياض الأطفال. دكتور رائد، بدورك مدير لمدرسة تريم وكأيضا عضو في اللجنة التنفيذية في مجلس المدراء، عندما ترصد حيوية ونشاط المواد التعليمية برأيك ما هي المقومات التي المدرسة الخاصة وخصوصا المدارس الخاصة الناطقة باللغة الإنجليزية ما هي المقومات التي تحتاجها لتمكين اللغة العربية ودعمها لتكون في أفضل حالاتها؟ شكرا أستاذة مجد، شكرا جزيلا لك. بداية اسمحي لي بأن أشكر هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم على هذا الملتقى المميز الذي يعنى باللغة العربية، لغة الضاد، لغة القرآن الكريم التي تعهد الله بحفظها لو كونها لغة القرآن الكريم. صراحة أستاذة مجد، خلال اللقاءات الحوارية التي استمعنا إليها منذ صباح اليوم كان هنالك الكثير من الأمور التي تم نوعا ما تغطيتها، وأود أن أبدأ بإحدى النقاط التي ذكرها المتحدثون منذ صباح اليوم، وهي أن متعلم اليوم، خصائص متعلم اليوم وأساليب التدريس التي يجب استخدامها مع متعلم اليوم تختلف نوعا ما عن متعلم الماضي، لأنه المتعلم اليوم له خصائص مختلفة في اهتمامات مختلفة وسيكولوجية مختلفة. من هنا أبدأ وأود أن أذكر أهمية التنمية المهنية للمعلمين. طبعاً ندرك تماماً كمدارس خاصة أو حتى مدارس غير خاصة بأن المدارس الخاصة حريصة على أن يكون لديها معلمين ومعلمات متمكنين من المعارف والمهارات ذات العلاقة باللغة العربية، وخاصة مع برامج تقييم المدارس، برنامج إتقان الذي يسعى إلى تحسين أداء المدارس. ومن المؤكد أيضاً أن المدارس تقوم باجتهاد شخصي بتنظيم العديد من هذه الدورات، ونعلم جميعاً بأن المعلم عليه الانتهاء من عدد ساعات تدريبية معينة كل عام دراسي، لكن السؤال هل هذا يكفي؟ إذا ما زلنا نتحدث عن الدراسات التربوية الحديثة التي تدعو إلى استخدام، بدأنا الآن نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في التعليم، وعند رؤيتنا لهذا البرنامج يوم أمس واليوم ويوم الغد الحمد لله نلاحظ أن البرنامج غني بالورش والحلقات الحوارية التي تعنى باستخدامات الذكاء الاصطناعي. لذلك المعلم وجب على المدارس إجمالاً الاستمرار والمساهمة في تنميته مهنياً بحيث يكون على مستوى من التحديات. وكما تم ذكره اليوم الدول تؤهل معلمين أو موظفين لمهن ليست موجودة حتى الآن نوعاً ما. فلذلك المعلم ما تم دراسته بالجامعة منذ سنوات
قد لا يكون هو الشيء الأمثل لكي يستخدمه لتعليم الجيل الحالي. فالتنمية المهنية المستمرة هي شيء أساسي. فالسؤال المطروح إنه ماذا يمكن للمدارس أن تعمل، وماذا يمكن لهيئة الشارقة للتعليم الخاص أن تساهم أو أن تساعد؟ صراحة اللقاءات التشاركية، يمكن معلمي ومعلمات المواد العربية التي تدرس بالعربية على علم ومعرفة، وأنا أتشرف أحياناً بحضور هذه الورش وهي غنية فعلاً بمحتواها، لكن إذا أردنا الإسراع أو زيادة سرعة التنمية المهنية للمعلمين، فنقترح لو أن تكون تلك اللقاءات التشاركية أسبوعية بدلاً من أن تكون كل أسبوعين، أن تكون أسبوعية. ما هو الهدف من ذلك؟ أولاً كي يعني يسمح للمشاركة لعدد أكبر من المعلمين والمنسقين لتقديم ممارسات جيدة أو تقديم حصص نموذجية أحياناً أو تقديم خبراتهم. ما شاء الله، يعني الشارقة غنية بالمعلمين والمعلمات الذين لهم مستوى عالي من الثقافة المهنية والتربوية. بالإضافة إلى ذلك يعني نتوجه بإذن الله بأن تكون تلك اللقاءات التشاركية عملية بشكل أكبر نوعاً ما، يعني قد تكون أحياناً دعوة بعض الضيوف للحديث عن أمور ذات علاقة بالعربية شيء مهم، ولكن لو نقتصر بتلك اللقاءات التي مدتها ساعة من الزمن بأن تكون فعالة، بحيث يمتلك المعلم الذي يحضر تلك الورش بعض المهارات لكي يقوم بتطبيقها في اليوم التالي في المدرسة. لا أدري إذا كان في مجال أكمل أو ممكن نرجع مرة ثانية للسؤال. نعم. هلأ نقطة رقم اثنين، زي ما تفضل الأستاذ دكتور أحمد، تحفيز الطلبة. يمكن كان لي تجربة جيدة مع الأستاذة هنادي نائبة المدير. في إحدى السنوات قمنا بعمل أو إجراء بحث، ما هو دور الأنشطة والمسابقات في تحفيز وزيادة دافعية الطالب نحو التعلم. قمنا بتطبيق هذه الدراسة على طلاب المدرسة وكانت النتيجة إيجابية. هنالك علاقة طردية، علاقة إيجابية بين الطالب بتحفيزه وإدخاله المشاركات والحصول على فوز أحياناً أو المشاركة واكتساب بعض المعارف والمهارات على الأقل، في زيادة حبه للتعلم المواد المختلفة سواء اللغة العربية أو غيرها. الأنشطة والمسابقات من المؤكد أن المدارس تجتهد على مستواها الشخصي أو على مستواها المحلي بتنظيم العديد من المسابقات، وأحياناً تنفيذاً لبرنامج التشارك بين المدارس يكون هنالك دعوة للمدارس الأخرى للمشاركة، ونحن كمدرسة نتشرف دائماً بالتعاون مع مدرسة منارة الشارقة، مدرسة النور والعكس. فهذه الأنشطة تساهم دائماً وتساعد في تنمية مهارات الطلاب ومعارفهم والاطلاع على تجارب وخبرات الآخرين. لكن لو يعني قدمنا مثلاً دعوة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص بأن تكون هذه المسابقات والبرامج والأنشطة منظمة على مستوى جميع المدارس، بحيث لو يكون هنالك كتيب أو دليل تعريفي يتم إصداره مع بداية العام الدراسي يحتوي على عدة مسابقات، مسابقة الشعر، الخط العربي، الخطابة، المسرح، العديد من الأفكار، وأن يكون هنالك مدى زمني بحيث تقوم المدرسة بإجراء تلك المسابقة على مستوى المدرسة وإفراز النخبة من الطلاب أو الطالبات لتمثيل المدرسة على مستوى الإمارة، كما هو الحال في مسابقة تحدي القراءة العربي تماماً. وأيضاً يعني ما شاء الله لدينا في الشارقة لجنة لسان الضاد، اللجنة التي يعني يعمل بها يعني أصحاب الكفاءة ولهم دور كبير جداً، بحيث يكون لهم دور في 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 هذا، في تنظيم هذه المسابقات أو الإشراف عليها أو كلجان تحكيم. تكلم أستاذ دكتور أحمد والزملاء يعني بالسابق عن تحفيز المعلمين، ويمكن قبل قليل أستاذ شعاع حكت عن يعني رواتب معلمين اللغة العربية بالنسبة لمعلمين المواد الأجنبية، ويمكن أتذكر أننا تكلمنا عن هذا الموضوع العام الماضي في نفس المؤتمر. دكتور أحمد طرح الفكرة العام الماضي. يعني ما أود حديثه في هذا المجال، نرى تحسن، لكن كما ذكرت بعض الأخوات، هل التحسن وصل إلى المستوى المنشود؟ لا.
لكن هنالك تحسن، هنالك تقارب في نفس المدرسة ما بين راتب المعلم الذي يدرس المواد العربية وبين المعلم الذي يدرس المواد الأخرى Science, Math, English. هنالك تقارب نوعا ما، ولكن ليست لمرحلة العدالة المطلقة. ما رأيك أستاذي لو قدمنا اقتراحا للهيئات العليا بضرورة، ما نقول إلزامي، ولكن تعطى نقاط عليا في التفتيش وفي الزيارة وفي تقديمي في تقييم المدرسة إذا كان معلمو اللغة العربية ومعلمو اللغة الإنجليزية على حد سواء في المقابل المادي الذي طالما أنهم يقومون بنفس العبء وبنفس النصاب من الحصص الدراسية؟ فهذا يعني يعتبر من أهم الأمور الداعمة للغة العربية ولمعلمين اللغة العربية في الدولة. أعتذر عن هذا. دكتور أحمد، أنا أؤيد ذلك بشكل تام. يعني هي هذه العملية مرتبطة مع عدة أصحاب قرارات ما بين مالك المدرسة وأقسام المحاسبة والمدير وعقلية بعض الإدارات. أنا يعني أردت أن أتكلم بشكل عن نفسي بشكل شخصي، أؤمن بشكل مطلق بهذا الكلام من حيث ما يقوم به معلم اللغة العربية لا يقل عن معلم المواد الأجنبية، رقم واحد كعدد الحصص، العبء الدراسي، المناوبات إلى آخره. وبالعكس يعني المعلم اللغة العربية يعني عليه مسؤولية أو ملقى على عاتقه مسؤولية نوعا ما أكبر أن تعلم اللغة والثقافة والهوية وغيرها. اللغة العربية لغة واسعة، مادة ذات يعني مهارات متعددة، وتمكن المعلم منها يحتاج أحيانا إلى أن يلتحق بدورات قد تكون خارج أسوار المدرسة. ما شاء الله نفتخر إحنا يعني كمدرسة لدينا معلمات يلتحقنا ببرامج خارج الدولة وأحيانا داخل الدولة لتنمية مهاراتهم باللغة. نعم مداخل أيضا. يعني هذا التمييز أو هذه المساواة ليست لكل معلمي العربية، حتى أنا أيضا أجعل هناك تفاوت. يعني إذا حصل المعلم على تقدير معين في المعلم خبير أو معلم له 5 نجوم، هذا نعم يرتقي إلى مصافي المعلمين المتميزين ويستحق مثل هذه المكرمة إن صح التعبير. حلو. يعني موضوع تشجيع المعلم ليكون معلم يعمل بشغف، هذا شيء محبب، والمدارس المفروض دائما يكون في عندهم هذا التشجيع حتى المدرس يضل يعمل أقصى ما يمكن ليحقق الأهداف اللي بدأ. لأن حرام أستاذ مجد، يعني حرام إنه معلم فعلا شغوف ومجتهد وتجديه ليل نهار في تنفيذ وإخراج وسائل تعليمية كيف يوصل اللغة إلى الطلبة وكيف يحببهم، ونجوم واستكارات وملصقات بدل ملصقات للتشجيع، ثم بعد ذلك يتساوى هو والذي يقدمها بلا رغبة وبلا شغف. إن شاء الله ولا شيء يضيع إذا كان المدرس عم يعمل هذا العمل ويرجو أنه يكون صادق في عمله. رب العالمين إن شاء الله بيأجروا أكثر ما نأجروا نحن في المدارس إن شاء الله. دكتور أحمد، على معرفة أستاذ مجد، يعني الآن أصبح يعني صعوبة أن تجد معلم قوي ومتمكن سواء باللغة العربية أو غيرها ليس من السهل في ضوء التنافس القوي الذي تشهده المدارس. فيعني ممكن ما بدي أحكي عن تجارب خاصة، لكن لدينا أحد المعلمين فعلا وبعد بحث طويل يعني قمنا بإحضاره من إمارة أبو ظبي، ما شاء الله أستاذنا حسام، يعني براتب أنا أتوقع أنه قد يفوق بعض مواد خلينا نحكي الساينس أو الإنجليش أو الماث. فأنا أؤيد الدكتور أحمد بأنه يكون متساوي. قد تكون هنالك يعني خلينا نحكي حد معين للرواتب في المدرسة، بأن يكون هنالك تقارب نوعا ما، بأن لا يكون الفرق كبير بحيث يشعر معلم اللغة العربية أو المواد العربية بأنه أقل من غيره، وهذا يعني يؤدي إلى إحباط داخلي نحن نعرف أنه سيؤثر سلبيا على المخرجات. وتستحق إمارة الشارقة والدكتور سلطان القاسمي أن يعني ينالوا هذا السبق في من بين دول العالم، ونعرف حرص الدكتور سلطان حفظه الله في إمارة الشارقة وإمارة الشارقة على اللغة العربية، وهي كما يقال أم المدن في المحافظة على التراث العربي ودعمه وتبنيه في جميع مؤسسات الدولة وفي جميع أقطار العالم تحمل لواء اللغة العربية، ونشهد لها بذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي شيوخنا خير الجزاء على ما يقدموه في هذا المجال. آمين. وتابع بالنسبة للتحفيز غير نقطة الرواتب، تحفيز بأن يكون على مستوى الشارقة كإمارة المعلم
المتميز باللغة العربية. فعلاً يعني المعلم المتميز باللغة العربية يتم وضع شروط معينة، على سبيل المثال تقديم حصة نموذجية، ويكون هنالك خبراء أو مختصين في تقييم تلك الحصص، بحيث يكون عدة يعني فائزين أو فائزات بالمعلم المتميز. أفضل بحث تربوي متعلق بمواد اللغة العربية، بحيث تكون هنالك يعني قسم التحصيل المستمر أو الأستاذة رانا لا تقصر دائما في ذلك، بأن يكون هنالك تحفيز للمعلمين بالمشاركة في الأبحاث التربوية. وهذه أقولها عن تجربة خاصة قمنا فيها بالعام الماضي، ليس فقط للغة العربية لكن لجميع المواد الأخرى، بحيث فعلا تفاجأنا بنوعية وجودة الأبحاث التي تم تقديمها من مختلف الفئات الإداريين والمعلمين. كونه يعني كما تعلمين الآن الاعتماد الأجنبي متطلب أن يكون هنالك أبحاث يتم يعني إجراؤها على مستوى المدرسة حاليا. فلا أريد الإطالة أكثر من ذلك، إذا كان لنا نصيب سأعود مرة أخرى. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. أستاذة أسيمة، تتبع خطوات الناجحين هو طريق النجاح. بصفتكم رئيس قسم لمواد اللغة العربية حققتم نتائج جيدة في برنامج إتقان، حبذا لو تشاركونا تجربتكم، فما الأساليب التي تبنيتموها لتحقيق النجاح والتطور، وما الدروس الموجزة بكلمات والتي يمكن أن تتفضلوا بها كمفاتيح للتغيير والتقدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة لم تتركوا لي شيئا، على عجالة على عجالة، بارك الله سأكون فيكم. مرة أخرى آخر سعيدة بكوني ضيفة معكم مع هذه القامات الهامات الرائعة. بدأ ذي بدء أشكرك على هذا السؤال. صراحة طريق النجاح هو طريق محفوف بالمخاطر، وتتبع خطوات الناجحين هو أسهل طريق للنجاح. دعيني أقول النجاح ليس مجرد هدف، وإنما هو رحلة مستمرة من البحث والبحث عن الوسائل وللوصول طبعاً إلى النتيجة والإبداع. لابد لي أن أشير كوني رئيس قسم في مدرسة تتبع المنهاج الوزاري إلى أننا طبعاً بداية وضعنا رؤية تنبثق من رؤية وزارة التربية والتعليم وتتماشى مع رؤية هيئة الشارقة للتعليم الخاص، في أننا نعنى بالطالب أولاً وأخيراً، الطالب ثم الطالب ثم الطالب. ثم بعد ذلك انتقلنا لوضع خطط استراتيجية أيضاً تتمحور وفق ثلاث محاور: المنهاج التعليمي والمعلم والطالب أولاً وآخراً. بدأنا بالمنهاج التعليمي، كما نعلم منهاج وزارة التربية والتعليم في مادة اللغة العربية هو منهاج قوي ويدعم تعلم مختلف فئات الطلبة بما فيها ذوي الهمم. هذا المنهاج أيضاً يدعم الابتكار ويحفز الطاقات والإبداعات عند الطالب، ففيه القصص وفيه الروايات وفيه فنون الشعر المختلفة وفيه أسرار البلاغة وما إلى ذلك. بدأنا بالعمل على دراسة تحليلية لهذا المنهج للوقوف على أهم نقاط القوة فيه وتعزيزها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ما يسمى بموائمة للمنهج، أيضاً عن طريق خطط عملية تراعي مختلف فئات الطلبة. ثم انتقلنا من خطط موائمة المنهج إلى ما يسمى بخطط إسراء المنهج والعمل على دعمه بما يخدم مصلحة الطالب. وانتقلنا بعد ذلك للربط ما بين منهج اللغة العربية والمناهج الأخرى. بعد ذلك انتقلنا إلى المعلم، المعلم، المعلم. بدأنا بحصر أهم الاحتياجات التدريبية عن طريق مجموعة من الطرق للوقوف على أهم ما يحتاج المعلم من أساليب داعمة وأدوات ابتكارية بما يسهم في تطوره ويدعم العملية التعليمية داخل الغرف الصفية. كما نعلم الآن اللغة العربية في تحدي كبير، ومعلم اللغة العربية أيضا في تحدي في ظل هذه الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. أيضا قمنا بعمل ورش تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لتسخيرها في حصص اللغة العربية. ثم بعد ذلك الطالب، أقول أولاً وأخيراً الطالب ثم الطالب ثم الطالب، كنا نعمد إلى جعله محوراً للعملية التعليمية. الطالب الفاعل والمنفعل في العملية التعليمية، نحن لا نريد طلاب متلقين، وإنما نريد الطالب المنشد والطالب القارئ والطالب المعلم
والطالب العازف من خلال عملنا على المنهج أسقطنا أو أعمدنا إلى ما يسمى بأنسنة النصوص وموسقة الشعر. كل ذلك ظهر أسهم في إظهار إبداعات الطلبة، فظهر عندي العازف كما قلنا والمنشد والقارئ والمعلم. ولا ننسى الدور الكبير لهيئتنا، هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، في ظل هذه الثورة المعلوماتية فكان لها الدور الأكبر في تبني معلمي اللغة العربية عن طريق اللقاءات التشاركية الدورية، فكانت تسهم بما يرفع من سوية العملية التعليمية ويطور معلم اللغة العربية إلى الحد الذي يكون فيه مبدعاً واثقاً بنفسه متمكناً من لغته. بالنسبة للدروس المستفادة، طبعاً عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فجعلنا هذا نصب عيوننا. كان له دور كبير في مراجعة أدائنا نحن كقادة بالبداية، ثم بعد ذلك كمعلمين وكأولياء أمور. كل ذلك أسهم في المراجعة الدقيقة لأدائنا للوقوف على أهم النقاط التي تحتاج إلى تحسين والعمل على تطويرها ورفعها. أخت أسيمة، عندي أستاذ أسيمة عندي سؤال. الحقيقة أحب أن أسألك إياه، بين أنت مثلا ممثلة لمدرسة وزارية، بيننا نحن الأربعة من مدارس دولية أو أجنبية، سؤالي هل عندكم معاناة في المدرسة ليتكلم الطالب اللغة العربية الفصحى أم لا؟ لا أبدا، طبعا نحن نعاني في بعض الأحيان من عزوف بعض الطلبة عن تعلم العربية، يعني مكرها أخاك لا بطل، هكذا يقول الطالب مكرها أخاك لا بطل، يعني نعاني من ذلك، لكننا بالتشجيع المستمر المتواصل عن طريق المسابقات الداخلية والخارجية كنا نظهر إبداعات الطلبة، فبما يسهم زيادة ثقتهم بأنفسهم، وحققنا مراكز متقدمة على مستوى الدولة في هذا المجال، فذلك أسهم في الاعتزاز بلغتهم وأنهم يقدمون شيئاً جيداً على مستوى إمارة الشارقة. ما شاء الله، جزاك الله خيراً. عبد الرحمن، أنت اليوم معنا كنموذج نفتخر به، طالباً موهوباً أحب العربية فصاغها شعراً جميلاً. لو تخبرنا من خلال تجربتك مع العربية، ما الذي جذبك إلى اللغة العربية وحببك بها وأنت من نعومة أظافرك في مدرسة دولية بريطانية؟ ثم ما الدور الذي لعبه المعلم برأيك لجذبك كمتعلم لحب العربية؟ شكرا أستاذ مجد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، الحضور الكريم. في الحقيقة إنما اللغة العربية هي نياط قلبي ونبضه، وما أحببني في اللغة العربية أو تجربتي باللغة العربية وقصتي مع اللغة العربية بدأت في البيت مع الوالدة، أوجه لها التحية من هنا من الشاشات. بينما كان أقراني في عمري يتجهون إلى مسلسلات الكرتون الأجنبية اعتقادا من أهلهم أن العزوف أو الابتعاد عن اللغة العربية هو أساس الثقافة، وهم لا يدركون أنها أساس هدم الثقافة وليس عمرانها. كنت أشاهد المسلسلات العربية الفصحى الكرتونية كانت أم ما تناسب الأعمار الكبرى، وكنت أحفظ المواسم، فحفظت موسما كاملا من 30 حلقة وكنت أسمعها يوميا للوالدة. هذا في البداية. والسبب الآخر الذي أحببني في اللغة العربية مدرستي الفاضلة، مدرسة الإبداع العلمي الدولية، فقد عززوا في فؤادي حب اللغة العربية وطوروا من مواهب العدة، ولعل أبرزها كتابة الشعر وإلقاؤه. ومن خلال برنامج القرآن الكريم تابعوا معي في إتقان اللغة العربية وتحصين لساني اللغوي، حيث أصبحت خاتما لكتاب الله كاملا بالثلاثين جزء والستين حزب، الحمد لله. معلمي الفاضل، ما أوجهه من نصيحة من النصائح العدة التي وجهها أساتذتي الأفاضل، نقطتان
ما إن يعتمد عليها المعلم يصبح المعلم النموذج. النقطة الأولى، معلمي الفاضل، عليك بالإخلاص. ما إن أخلصت في عملك وما إن أخلصت في تأدية رسالتك إلى المتعلم اللي هو نحن طبعا، فسنحبك وسوف يعني نكون مصرين على حضور حصتك. في المدرسة عندي هنالك بعض المعلمين الذين ما إن نسمع أن حصتنا معهم نقول يا الله حصة مع الأستاذ فلان، أعوذ بالله لا أطيق هذه الحصة. نعم، ولكن عندما نسمع مثلا أستاذ فلان نقول هيا بنا فلنترك كل شيء ولنتجه إلى هذه الحصة. كن مخلصا، ترى أن الدفعة وترى أن الطلاب سيحبوك. والنقطة الثانية المهمة، أترك أثرا إيجابيا عند الطلبة. أنا إلى الآن أذكر معلمتي في الصف الثالث الأستاذة كوثر، التي دائما كانت تحفزني على إتقان اللغة العربية من خلال الإذاعة الصباحية. وطبعا أنا الآن في الصف الثاني عشر وأنا في نفس المدرسة منذ الصف الأول، مر العديد من المعلمون ومر العديد من المعلمات، ولا أتذكر منهم إلا القليل، وهم الذين تركوا فيني الأثر الإيجابي. فهذا ما أوجهه ولا أريد أن أطيل عليكم إن شاء الله. بارك الله فيك. عبد الرحمن، هل من الممكن أن تسمعنا شيئاً أو بعضاً من شعرك؟ أبت قريحتي إلا أن تجود بما يليق بهذا الملتقى ويليق براعيه سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه، ولهيئة الشارقة للتعليم ممثلة بالدكتورة محدثة الهاشمي والأستاذ علي الحسني. فأقول مني لكل معلم ترحيبة وبشارة وتحية ودعاء، في ملتقانا طاب جهدك يانعا والعلم فيه فضيلة وسناء. أكرم بسلطان القلوب، أكرم بسلطان القلوب رعاية، ولهيئة التعليم طاب ثناء. وفد من الخبراء، وفد من الخبراء أقبل راغبا، أنعم بحرف الضاد، أنعم بحرف الضاد فهو لواء. صرح مجيد، صرح مجيد بالثقافة مشرق، كالشمس في كبد السماء تضاء. خلق وإبداع وتطوير هنا تجنى فوائده، خلق وإبداع وتطوير هنا تجنى فوائده، فذاك نماء. شكرا. ما شاء الله، جزاك الله خيرا. أشكرك. ما شاء الله. يعني أذكر أن نعم الطالب النجيب عبد الرحمن اشترك في مسابقة بيم على مستوى مدارس الإبداع وفاز بجائزة كتابة الشعر، فهو ما شاء الله شاعر مجتهد ومجيد في بداياته، فنشجعه ونحثه على المزيد من هذا العطاء. فضل إذا سمحت لي مداخلة أستاذ ماجد، طبعا شكرا عبد الرحمن استضافتك معنا اليوم كطالب مميز، هذا شيء عظيم جدا أنه الطالب محور العملية التعليمية، فإن شاء الله بإذن الله بتكون شاعر كبير بالمستقبل. بالإضافة يعني ما بنعرف إذا كانت لك هواية أن تكون معلم بأن تصبح معلم لغة عربية في حال أحببت هذا المجال، وإلا أي مجال آخر فهو أيضا بإذن الله سيكون لك مستقبل جيد. أود أن أعقب على ما ذكره عبد الرحمن بالنسبة للمعلم الذي يترك الأثر، والأثر هو الشيء المهم دائما في علم التربية. أود أن أذكر تجربتي الخاصة عندما كنت طالبا مثل عبد الرحمن. عبد الرحمن جريد 12 أنت صح؟ نعم صحيح. عندما كنت في الصف الثاني عشر معلم الكيمياء أحببني بالمادة العلمية، فأصبحت أحب المادة لأن المعلم يتعامل معنا برقي واحترام ويشرح المادة بطريقة سهلة تجعل الطالب يفهم من المرة الأولى ومن دون حتى الحاجة إلى المراجعة بعد المدرسة. فعلا أحببت المادة، يعني كانت علامتي كانت علامة الكيمياء في الثانوية العامة أعلى علامة. بالإضافة إلى ذلك درست بالجامعة هذا التخصص الكيمياء بسبب هذا المعلم والذي لن أنسى اسمه رغم مرور العديد من السنوات، لن أذكر كم سنة،
العديد من السنوات، بالإضافة إلى ذلك بأن كتاب الكيمياء الصف الثاني عشر الذي تعلمت به ما زلت محتفظا به، وهو الآن معي في البيت. قبل أيام عندما كنت أرتب مكتبتي الصغيرة وأتخلص من بعض الكتب التي لا أريدها، فوجدت هذا الكتاب أمامي. فعشق الطالب للمادة العلمية مرتبط مع المعلم، فكلما كان المعلم يمتلك مهارات وأساليب وزيادة الدافعية للطلبة نحو التعلم، يستطيع أن يزرع فيهم حب المادة العلمية، ويستطيع أن يجعلهم يحبون المادة ويتخصصون فيها في المستقبل. وهذا ما نحن في أحوج الماسة إليه، في بالذات في مجال مواد اللغة العربية. إحدى الأنشطة اللي أعملها مع الموظفين في المدرسة كمدير مدرسة في بداية العام الدراسي، أسأل كل المعلمين أن يفكروا بالمعلم الذي أثر بهم، إن كانوا فكروا بشخص واحد أن يقفوا. تجد عدد حوالي 10 يقفون. ثم أسأل إن كانوا مدر 2، ممكن أن تفتكروا اسمين من معلمين أثروا بطفولتكم في مدرستكم، فقفوا. جميل. تلاقي العدد قل. أطلب 3، إن كنتم عندكم 3 معلمين مروا معاكم خلال سنين دراستكم في المدارس أثروا بكم، فقفوا. إذا في 3 أسماء تجد أحيانا واحد، أو هذا من عدد مئات من المدرسين. النقطة التي أريد من هذا الموضوع أن المعلم هو الذي يترك الأثر، والكلام اللي قاله عبد الرحمن، الإخلاص. الإخلاص ما له علاقة بالراتب، ما له علاقة بالمادة، الإخلاص بالعمل، أي عمل كان يأتي بثماره. فجزاكم الله خيراً، سعدنا بالكلام معكم جميعاً. وفي ختام هذه الجلسة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر الضيوف الأكارم على ما قدموه من تجارب وتوصيات. تفضلي. تحديات. يسمعونا مع عدناني. شكرا استاذ عبد الرحمن، اخذت الشعبيه زي ما حكيت لك. غطى علينا نجم هذا اللقاء. طبعا مع يعني احترامي للكوكبة، أنتم أساتذتي يعني قلت عبارة جميلة، والآن أنا أريد أن يعني أن نقف عندها. قلت كنت منذ طفولتي أستمع إلى برامج الأطفال باللغة العربية وأشاهد المسلسلات باللغة العربية، وكانت أمي تسمع لي بعض الأشعار. أمي، قفوا عند كلمة أمي. وأخلاق الوليد تقاس حسناً بأخلاق النساء الوالدات، هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات. اليوم نحن أمهات، ومعنى أمهات من البيت تنطلق بذرة حب وعشق العربية، أليس كذلك؟ نعم. يأتينا طلاب من البيت لا يتحدثون اللغة العربية، والأم عربية والأب عربي، وتقول ما بيرضى ولدي يتحدث. نعم، ماذا تقولين؟ ما دورك أنت كأم؟ إذا أناشد الآن كل الأمهات، اللغة العربية، عشق اللغة العربية لا يكون فقط في المدرسة. نعم. إذن من البيت، من اللبنة الأولى في البيت، قال أمي كانت تسمع لي أو تسمع لي القصائد أو. نعم عبد الرحمن.
نعم. نعم شكرا. تذكرين حقيقة يا أستاذة بموقف حدث لي في الصغر. كنا في جلسة مع العائلة وبدأت أن أسمع أحد الحلقات التي أحفظها وكانت عن عام الفيل، فكنت أقول: وذهب عبد المطلب إلى أبرهة وقال له: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، بهذا الأسلوب. فنظر أحد أقاربي إلى زوجته يقول: ها هو نموذج هنا، وتريدين نحن بلغتنا العامية أن، وانظري إلى أولادك، يعني تريدينهم أن يتقنون العربية ونحن لا نتقن حتى قول للبيت رب يحميه. فهي تبدأ حقيقة من تنمية الأهل للغتهم في الحقيقة. وأقترح اقتراحا إذا شئتم، لماذا لا تكون هناك ورشات كما هنالك للمعلمين؟ تكون لأولياء الأمور كذلك. نعم، هذه مهمة جدا. إذا سقيت بماء المكرمات، إذن هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، ولم أرى للخلائق من محل يهذبها كحضن الأمهات. يجب أن تتضافر الجهود ما بين المدرسة والبيت حتى هذه اللغة الجميلة التي نحبها. إني أنا الضاد التي قد شرفت وتفردت بمحاسن وبهائي، الله عظمها يا جماعة، الله عظمها وصاغت وحيه بالمعجزات وبالسنى الوضاء. قد صارت الفصحى يتيما ضائعا ما بين أبناء لها أو أولياء أمور لها جهلاء. لا نقبل أن نكون نحن أولياء الأمور جهلاء بهذه اللغة. الله عظمها، فمن نحن حتى لا نعظمها؟ بارك الله فيك. نعم. أستاذة، شكرا. الأستاذ عبير بشير عرب، مع تحيات مدرسة الوحدة، من مدرسة الوحدة الخاصة. بارك الله فيك. باسمي وباسم فريقي طبعا نشكركم على هذا العنوان وهذا التحدي، وفي جعبة الكثير عن اللغة العربية. بارك نعم. الله بك. شكرا. جزاك الله خيرا. في عندنا خمس دقائق نقدر ناخذ مداخلات من عندنا خمس دقائق. تفضل اخي. طبيب ما تفضلتم به هو من اهم التحديات. اولى التحديات ان نغرس الحب والعشق للغة في نفوس أبنائنا، فمن أحب شيئا سعى إليه بكليته، وهذا ما فعلته والدتي رحمها الله. كانت معلمة علمتني الإعراب في البيت قبل أن أتعلمه في المدرسة، وهذه من ناحية الحب. والناحية الثانية تعليم القرآن الكريم. إذا أردت لابنك أو لابنتك أن يكون فصيح اللسان، قويا باللغة، متمكنا منها، أرسله لمدارس ومكاتب تحفيظ القرآن. والحمد لله أننا في دولة تشجعت كثيرا على هذه الأمور في المساجد، وفي حتى نتمنى في المدارس أيضا. يعني أرسلتني والدتي وأنا في الثالثة لأتعلم القرآن، فعندما ذهبت إلى المدرسة لم أجد شيئاً جديداً، لم أجد شيئاً صعباً، وجدته كله سهلاً. حتى أننا ونحن في سوريا ندرس الطب باللغة العربية، ولدينا أيضاً مادة لغة عربية في الجامعة. كان زملائي يقولون: تخصصت باللغة العربية قبل أن تأتي إلى كلية الطب؟ طبعاً لا، لم أتخصص، لكن هذه هي هوايتي، وهذا ما شجعني على أن أكتب حديقة الإعراب للتيسير للأطفال في تعلم اللغة العربية بأسلوب حواري مفيد. الحب والعشق يجب أن ننميه، أيضا أن نشعر الطفل بسهولة اللغة لا بصعوبتها. نحن كأطباء كنا نعاني من أن نعطي الطفل الدواء لأنه مر علقم. كانت معركة تحدث بين الأهل وبين الطفل من أجل أعطائه أي دواء. عندما قمنا بمزجه بالحلوى أصبح الطفل يعشقه. كذلك لغتنا نحن لا عيب في لغتنا أطلاقا، فهي لغة القرآن، ولا عيب في عقول أبنائنا، فهم خلق الله على الفطرة السليمة. مشكلتنا في أسلوب إيصال هذه اللغة الرائعة العظيمة، هذا الكنز الذي يجب أن نحرص عليه إلى أبنائنا بأسلوب محبب سهل. يجب أن يشعر الطفل بأنه متمكن من اللغة. الأسئلة يجب أن تكون سهلة. الطريقة التدريس يجب أن تكون تبنى على مراحل، وليس ولا أن نمسخ اللغة، لكن أن نتدرج فيها. الدعوة إلى الله
بالأسلوب والموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة. الله قال لرسوله: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيضا في هذه نأخذها في كل مجالات الحياة، في مجال اللغة أيضا، إذا أراد الأستاذ أن يتعالى على الطلاب وأن يشعرهم بأن هذه الأسئلة صعبة أو هذه المادة صعبة عليهم سيكرهونها، فلا، مهمتك أن تيسر لهم، أن تسهل لهم. نريد من أبنائنا أن يكونوا مثل عبد الرحمن الذي نفخر به، هذا إنتاج في هذا العصر. عندما نتكلم عن مبدعين باللغة، الكل يذهب أو جميعنا يذهب بمخيلته إلى عصور سابقة. لا، هذه اللغة قوية قادرة على أن تعطي، وعبد الرحمن بارك الله به مثال رائع. جزاك الله خيرا دكتور، بارك الله فيكم. الوقت تداركنا وعلينا أن ننهي هذه الجلسة. بارك الله فيكم جميعا، وشكرا لكل مداخلاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. كل الشكر والتقدير لضيوف الجلسة، شرفتمونا. ها هي تباشير الختام لهذا اليوم، علت حاملة معها حكايا جهود بذلت، وهمم توقدت، وإنجازات لمعت. حضورنا الكريم، ها نحن نصل إلى ختام فعاليات اليوم الواقعي من أيام الملتقى الدولي الثالث لمعلمي العربية، نماء وانتماء. ولن نقول أبداً وداعاً ليومنا الواقعي، بل نقول إلى اللقاء في النسخة الرابعة من الملتقى في العام القادم بعون الله. إلا أننا في هذه الفقرة وفي هذه المساحة الزمنية التي نستودعكم فيها الله، يطيب لنا أن نختم بثلة من الفعاليات أهمها توصيات ملتقى الطلبة الذي عقد على هامش ملتقانا، والتي خلص فيها الطلاب من مدارس الإمارات المختلفة: إمارة أبوظبي، وإمارة دبي، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الشارقة، مع مجلس شورى شباب الشارقة، بثلة توصيات تلقى على مسامعنا هذه الدقائق المتاحة في ختامنا هذا. واسمحوا لنا أن نبدأ معكم بهذا النشيد الثنائي، والطالبتين من مدرسة الصالح فليتفضلا. لسلطان العروبة ليت شعري يرافقنا غدا المدح وفد،
وللغة التي جلت مقاما لديك مكانة كالنجم تبدو أقمت لها أقمت لها أقمت لها منابر شامخات كجامعة لها في العلم جند وجامعة بشارقة تسمت بجهد ما اعتراها قط جهد بضاد الفخر ترفعه لواء يميس العلم والغايات جد أيا لغة بها صلى فؤادي بها كل ابتهالاتي وورد حماها الله بالقرآن دوما ولا نخشى لهذا الحفظ فقد حباك الله شيخا زاد علما يوصينا به والعهد عهد بسلطان سموت فكم تبنى وكم من قلبه فجرا يمد لجامعة بشارقة أضاءت سراجا منك تشعله وتغدو لصاحبة الجلالة قد أقامت فضاءات لها للكون قصد كل الشكر والتقدير لهذا الإبداع. والآن موعدنا مع توصيات ملتقى الطلبة، ندعو الأستاذة تهاني عوض أن تقدم مندوب ملتقى الطلبة للتوصيات، فليتفضل الدكتور محمد بكري مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الكرام، طابت أوقاتكم بكل الخير. في إحدى المبادرات المغايرة والمائزة التي اعتادت عليها شارقة الثقافة الإسلامية والعلوم والمعرفة، احتضنت أكاديمية الشارقة للتعليم عدداً من الطلاب من مختلف إمارات الدولة، فهم بؤرة العملية التعليمية. لنستمع إلى صوتهم حول تعلم اللغة العربية وما يواجهونه من تحديات وصعوبات، ثم مناقشة هذه التحديات ووضع الحلول المناسبة لها من وجهة نظرهم. إنها لحظات فارقة تضع اللغة العربية في مكانها الصحيح من بؤرة المعرفة والتفكير، وتغرس في عقول الطلاب وقلوبهم مكانة لغتنا الجميلة الخالدة. فجزيل الشكر لمعالي سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على إقامة هذا الملتقى وغيره من الفعاليات، والشكر موصول لأكاديمية الشارقة قيادة وإدارة ومسؤولين، والشكر للأستاذة رانا نزال على القيادة والاستعداد والمتابعة الدؤوبة لما يزيد عن شهر ونصف، والشكر للأستاذة والشكر موصول للأستاذة تهاني على إدارة الملتقى الطلابي باحترافية ودقة عالية، فتعبناها اليوم كاملاً وهي واقفة، فشكراً لها على كل ما فعلته، شكراً جزيلاً. والآن وبعد ما يزيد عن 6 ساعات من المتابعة والمناقشة نستمع إلى صوت الطلاب، والآن مع الطالبة ميرنا رائق لكي تتحدث لنا عن التحديات، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدات والسادة الأفاضل،
يشرفني اليوم أن أقدم لكم تحديات هامة تواجهنا كجيل يسعى إلى إتقان اللغة العربية والحفاظ عليها. وأنا الطالبة ميرنا رائق دانيا من مدرسة المعارف الخاصة أتيت لأعرض عليكم بعض العقبات التي تقف في طريقنا كأمة عربية مسلمة طامحة لبناء جيل يتمكن من التحدث بلغة عربية فصيحة وسليمة. وأول هذه التحديات يكمن في نقص المعلمين والمؤهلين وضعف الاستراتيجيات التعليمية المستخدمة في تدريس اللغة العربية. هذه الاستراتيجيات لا تتيح للطالب فرصة فهم الدروس بعمق وكفاءة، مما يؤثر سلباً على نتائج التعليم. والتحدي الثاني يتمثل في المنهج الدراسي الإماراتي والدروس التي يحتويها، فالمواد المقدمة لا تعالج جميع الجوانب التي تساعد على بناء قاعدة لغوية لدى الطالب أو حتى رسخ الدرس في ذاكرته. ثم أيها الحضور الكريم، أود أن أتطرق إلى نظرة المجتمع وأولياء الأمور تجاه اللغة العربية. هذه النظرة تدفع بالكثيرين لتوجيه أبنائهم نحو تعلم اللغة الإنجليزية متجاهلين أهمية الحفاظ على اللغة الأم. وللأسف هذا التوجه يساهم في تراجع استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية، ومما يزيد الطين بلة إن سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة لا يشترط إجادة اللغة العربية الفصحى، مما يؤدي إلى نفور الطلاب عن تعلمها بشكل سليم. وأخيراً أود أن تسليط الضوء على تحدي آخر يتطلب منا جميعاً انتباهاً كبيراً، وهو نصاب الحصص المخصص لتعليم اللغة العربية في المدارس، خاصة في المراحل المبكرة مثل رياض الأطفال، بأنه نصاب غير كاف لبناء أساس لغوي قوي. هذا التقصير يؤثر على قدرة الطلاب على استيعاب لغتهم الأم بالشكل الصحيح. أشكركم على حسن الاستماع، وآمل أن نتمكن من العمل معا للتغلب على هذه التحديات، وأن نثابر هذه الجهود المستخدمة لتعليم العربية، والتي تجعلني أن أحلم بأن أعيش يوما على أرض عربية تتحدث فقط بالعربية، أرض تشبه فصاحة نبينا الكريم، أرض تطبق فيها توصياته. شكرا لكم. هذه كانت التحديات والصعوبات التي انتهى إليها هؤلاء الطلاب، والآن بعد أن وضعوا هذه التحديات أمام أعينهم بدأوا في مناقشة الحلول وانتهوا إلى بعض الحلول والتي سيقدمها الطالب حميد القاسمي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضيوف الكرام، أصحاب السعادة، مرحبا بكم في إمارة الشارقة، عاصمة الثقافة العربية والعلم. هنا في ملتقى معلمي اللغة العربية معكم الطالب حميد بن خالد القاسمي، رئيس البرلمان الإماراتي للطفل، عضوا في شورى شباب الشارقة. فاليوم سأقدم لكم بعض الحلول المبتكرة من زملاء المشاركين في الملتقى الطلابي، ونبدأ بالحل الأول: تقديم ورش عمل للمعلمين متخصصة في تدريس اللغة. ثانياً، التركيز في المقابلات المعلمين على جانب التخصيصي. ثالثاً، توزيع خبرات المعلمين بعدم تدريس الصف الواحد لعشر أعوام أو أكثر. رابعاً، تدريب الأقران للمعلمين. خامساً، تقسيم الأنشطة إلى مستويات تساعد الطالب. سادساً، مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. سابعاً، توظيف اللغة في حل المشكلات. ثامناً، تغيير بيئة الصف وجعلها أكثر حيوية. تاسعاً، برامج ثقافية وتسليط الضوء على اللهجات المختلفة لتعزيز تعلم اللغات. عاشراً، تعزيز التواصل مع أولياء الأمور. وأخيراً، الاستفادة والتوزيع والتقييمات المستخدمة في اللغة العربية. وشكراً.
بقية التحديات، أو هناك الطالب حميد بن خالد القاسم يتحدث عن الحلول الخاصة بأول تحدي، وهو التحدي المعلمين المؤهلين. بالنسبة لبقية التحديات مثل المنهاج، اقترح الطلاب استخدام نصوص جاذبة مرتبطة بواقع حياة الطالب، اقترحوا التنويع في أنشطة التعلم، تعليم اللغة العربية كلغة وليس كمادة، ويجب أن نمارسها وليست مادة للحفظ والتذكر، التعاون مع مؤسسات مختلفة لإيجاد مصادر تعلم متنوعة تفاعلية وتكنولوجية، تخصيص مناهج لغة عربية للمدارس الدولية. بالنسبة للتحديات التي تواجه أولياء الأمور، وضع برامج توعوية لأولياء الأمور لكي يتعرفوا على أهمية اللغة العربية وتعلمها، تعزيز استخدام اللغة العربية في مخاطبة الأبناء، تعزيز مشاركة أولياء الأمور في الأنشطة والفعاليات الخاصة باللغة، عقد ملتقيات لأولياء الأمور لمناقشة التحديات التي يواجهها أبناؤهم، عقد مسابقات ذات جوائز تحفيزية للطلبة وأولياء الأمور. بالنسبة للتحديات الخاصة بنصاب الحصص وعدم تدريس اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، اقترح الطلاب زيادة عدد حصص اللغة العربية في المدارس والتنويع في الأنشطة المقدمة خصوصاً في بداية اليوم، كذلك اقترحوا مراعاة التكاملية في المواد الناطقة باللغة العربية، اللغة العربية، التربية الإسلامية والاجتماعيات. والآن بعد أن استمعنا إلى هذه التحديات وهذه الحلول، نود أن نتعرف على رأي بعض الطلاب في تجربتهم في هذا الملتقى الطلابي الذي يعقد لأول مرة. والآن مع الطالبة حلا هشام لكي توضح لنا تجربتها في هذا الملتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة حلا عميرة من مدرسة الراحة الدولية بأبوظبي. أولاً أريد أن أقدم الشكر إلى أستاذي العزيز الأستاذ هشام زكريا على إعطائي هذه الفرصة الكبيرة لكي أأتي هنا. هذا أول ملتقى لي، فقدمت وأنا متوترة جداً ومتحمسة جداً في نفس الوقت، ولم أكن أعلم كيف سيكون اليوم. ولكن عندما تعرفت على الطلاب والفريق التنفيذي تأقلمت وتعودت على البيئة الخاصة بالملتقى. أعجبني الملتقى وأود أن أشارك به مجدداً لأنني استفدت كثيراً وتعلمت أشياء جديدة باللغة العربية، لغة القرآن. فجاءتني سلاسة وترتيب هذا الملتقى، ولهذا أريد أن أقدم خالص الشكر للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على سعيه لتحسين تعليمنا. وأيضاً أريد أن أقدم خالص الشكر للأستاذة تهاني وأستاذة رنا على مجهودهما ومساعداتهما لتحقيق نجاح هذه الندوة. كما أقدم بالشكر والتحية إلى بقية الطلاب في وجودهم وتعاونهم على جعل هذا اليوم يوماً لا ينسى. نحن محظوظون لأننا ناطقون بالعربية بالفطرة، لذا دعونا نعمل معاً كي لا نضيع هذه اللغة من الاندثار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً لاستماعكم. والآن نستمع إلى تجربة أخرى وأخيرة مع الطالب ياسين محمد، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب ياسين محمد من الصف 11 في مدرسة جيمس ويستمنستر في إمارة رأس الخيمة. أولاً أود تقديم جزيل الشكر والتقدير للشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة، وإلى هيئة الشارقة للتعليم الخاص. اليوم كانت تجربة فريدة من نوعها، ناقشنا التحديات التي نواجهها كطلاب مدارس الدولة، فقدمنا حلولاً ومقترحات، واكتسبنا مهارات حول اللغة، فعقدنا جلسات العصف الذهني وتبادل الأفكار والخبرات. ولعل هذا الملتقى خير دليل على اهتمام دولتنا بلغتنا العزيزة والعريقة، فكما قال الشيخ زايد رحمه الله، اللغة العربية وعاء هويتنا،
أريد تقديم خالص شكري لجميع القائمين على هذا اليوم الماتع. شكرا. شكرا جزيلا. توصيات تؤخذ بعين الاعتبار بإذن الله. كنا قد ألقينا على مسامعكم والتزم الميدان بها كلمات عهد العربية التي أطلق الملتقى الدولي الثاني جذور وابتكار في عام 2023 ميلادية، وسمعناها بأصوات معلمي برنامج معلم وأفتخر ومعلمي الميدان في القطاع الخاص، بل وصدحت بها أصوات المعلمين وأصوات الطلبة في الميدان طوال عامنا التمدرسي الفائت، لنستمع إلى عهد العربية الطلابي بأصوات عينة من مدارسنا في القطاع الخاص في إمارة الشارقة مع عهد العربية وطالبات مدرسة الصالح للبنات، فليتفضلن مشكورات. عهد العربية. أعاهدك أيتها اللغة العربية، أيتها اللغة العربية، أن أحافظ على دراستك وأن أتعلمك وأن أتحدث بك طوال الوقت في حصص اللغة العربية في مدرستي وأن أباهي بك كل الأمم وأن أشارك في رحلة التميز والابتكار. ثلاثة يلا. ندعو الدكتورة محدثة الهاشمي لالتقاط صورة جماعية مع الملتقى الطلابي جميع المشاركين لو سمحتم. حضورنا الكريم، الغد جميعنا على موعد مع فعاليات الملتقى في اليوم الافتراضي، حيث نلتقي بالجلسات الحوارية وفي الركن الثقافي وكذلك الورش الإجرائية الافتراضية هذه المرة في جولات 5 للملتقى. الجولة الواحدة تتضمن 6 فعاليات كما هي مدرجة في برنامج الملتقى، الذي نرجو منكم أن تتصفحوا هذه الفعاليات بعمق. موعدنا غدا بإذن الله. طابت أوقاتكم بكل الخير، ونلقاكم على الخير دوما، ودعواتكم الطيبة لنا والتوفيق والسداد والرفعة للجميع إن شاء الله تعالى.